الكتيبه من 1/11 الى 1/12 قتل 250 عنصر من ميليشيات الاسد، تدمير 2 دبابه، عطب 2 شيلكا، تدمير 4 رشاشات متوسطه، عطب 12 دبابه وعطب 3 بي ام بي، وذلك بفضل الله. الحمد لله. هاي اعمال خسائر العدو على يد جيش الاسلام خلال الشهر 11. نحن كنا بنتمنى انه باقي التشكيلات يعني هيك يكون تعاونها مع المجلس العسكري بهالشكل هذا، تحطوا بالصوره شو عم يشتغلوا، شو عم المعارك اللي عم يخوضوها، اذا عندهم استشاره عسكريه يجوا يقدموها، اذا 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 لكن بكل اسف يعني مثل ما شايفين يعني يا انت اذا بمجلس كوريا بشكل عام ثم لمحه موجزه عن الموقف السياسي في الغوطه الشرقيه بشكل خاص وسوريا بشكل عام. الموقف العسكري اذا حدا بحب يحكي ولا بتحبوا انا احكي؟ اللي عنده مداخله بداخله. بالنسبه للموقف العسكري يعني فينا نقول لا ما له سيء، فينا نقول انه صار مقبول حاليا، تم يعني تثبيت العدو عند نقاط محدده بالجبهات الشرقيه، ما عاد استطاع العدو يتقدم، وفي يوميا عده محاولات اقتحام المحاور. يعني اول البارح الساعه 3 انا حامل شنطاتي بدي اطلع من هون، ولا بدي القصف بشكل كثيف جدا جدا، كانت في محاوله اقتحام من على الاستراد لدوما عند الرياض الثاني.